أحلامك بويا قلبك نادي عليا أبويا قلبك نادي عليا رجع لك في المحبوب واسمع لنداء الأخرى بالإيمان جاي أتوب راجع للآب الحنان واثق إنك راجع للآب الحنان واثق إننا ليا بذنوبي أنا راجع بدموعي واثق إننا ليا مكان إننا ليا مكان جاي لك بخطايا سنيني عمر اللي انقضى في عيني جاي لك بخطايا عمر اللي انقضى في عيني قتل نفسي بدمع بكيت عند البيت صارخ ليك راجع للهاب الحنان واثق انا ليا مكان راجع للهاب الحنان So I'll on the last lecture of examine your conscience. I feel that you can blame yourself for every pain. Even if you get cancer, you can say, I escaped. I exposed myself to electronics. If I get into a car accident. لا simply يا جماعة لما بقول نقاوة الألم إن ما فيش حسب نص القديس بطرس خطية واضحة جابت لك المشكلة يعني في فرق بين واحد عمل عملة وبيدفع ثمنها وبين واحد جات له تجربة خسارة حادثة مرض خلاص ما احنا كلنا خطاة بس ده معناه ان ربنا يعني بيسمح بألم حسب مشيئته فيبقى من ايد ربنا خالصة عموما يعني كل واحد فينا لما بيتجرب بتبقى فرصة يتوب يعني كل ألم دعوة للتوبة بس مش كل ألم نتيجة مباشرة للخطية واضحة المولود أعمى المسيح قال لا هذا أخطأ ولا أبواه حتى ولد أعمى ده مش معناه أن عمره ما عمل خطية أو أبوه أم عمرهم ما غلطوا معناه ما فيش ريليشن بين أن أبوه أمه ناس طبيعيين بيغلطوا أو هو بيغلط وبين أنه مولود أعمى قال بل لتظهر أعمال الله فيه إذا التجارب بما فيها من أمراض أو حوادث أو خسائر ده ينطبق عليها اللي احنا قلناه إنها فرصة يعني الرجوع لربنا والشكر والاحتمال والكلام ده ابني مش بيذاكر كويس وبيروح السينما كتير
مش بيلتزم بنقضه علشان أفوقه. ما طول ما أنا بنقضه يبقى مش هيفوق. يعني النيجاتيف كومنتنج ده مش هيجيب نتيجة كويسة. محتاج أنه نلاقي حاجة بوزيتيف يعني نكومنت عليها. ومفروض يبقى في نوع من الدسبلين قبل كده من صغره، يبقى فيه شوية رولز كده يمشي عليها. لكن في وقت معين مجرد ان احنا نضغط ونقول كلام ناشف ده ساعات يجيب نتيجة عكسية يزود المشكلة. كمان دور خدام مدارس الأحد ساعات مع الشباب يبقى أحسن أو أفضل من دورنا. هما بيعرفوا يتكلموا مع الشباب أكتر ويحيلوهم ويصحبوهم. نعمل دورنا بس كمان ندور على ناس تاني يساعدنا، يعني أب الاعتراف والساندي سكول تيتشر والناس دي. Many people do service to less fortunate people to ensure their our eternal life. If this is in line with Christian values that teach us to love others like oneself, is this more of a self-serving? لا، wait a minute. كون واحد بيخدم الفقراء أو المرضى عشان يروح السماء، يعني ده نوع من الإيمان. هو مصدق كلام ربنا. ربنا قال كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت عريانا، كنت مريضا، تعالوا يا مبارك يا أبي رسل الملك المعد لكم. الحق أقول لكم ما أنتم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر بي قد فعلتم. يبقى اللي بيعمل خير عشان يروح السماء ما نقدرش نقول أناني، نقدر نقول عنده إيمان، لأنه مصدق أن عمل الخير هيوقفه قدام ربنا. إنما maybe a better value أنه هو يحب الناس دي من غير ما يفكر في مكسبه. يعني هيبقى قلب أطيب وأجمل أنه يبقى بيعمل الخير ده كله out of pure love، من غير ما يفكر في مركزه أو نصيبه أو مكسبه. يعني ده صح وده صح. في قديسين قالوا في ناس بتجاهد عشان الأجر السماوي وفي ناس بتجاهد only out of love. قالوا اللي بيتعب عشان بيحب بس ده عند ربنا أحلى. لكن كمان اللي بيتعب عشان يوصل للسماء برضه مقبول عند ربنا لأنه مصدق كلام ربنا. فما أقدرش أعتبرها أنانية. الأنانية ده واحد بيفكر في مكسب في الدنيا. لكن اللي هيعمل خير كتير عشان ربنا يقبله يبقى أكيد ده برضو حب ربنا وحب للناس. كمان عمل الخير له أشكال كتير. يعني هل لما عمل الخير بعمله وأنا فرحان ولا متضايق؟ وبعمله بمجهود ولا يعني بطراطيف صوابعي مش عاوز أتعب قوي؟ لما يقول المعطي فبسخاء، المعطي فبسرور، وقال أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة، يبقى في ناس بتتعب أكتر من العادي. كل ده عند ربنا يفرق. عاملين مؤتمرات عن العقيدة وتاريخ الكنيسة. مفروض تاريخ الكنيسة يكون بيتدرس في مدارس الأحد وفي اجتماعات الشباب ولو بدرجة. تاريخ الكنيسة ممتع جميل، والمفروض كل الخدام يدرسوه وكل الشعب يبقى سامع عنه ولو بدرجة. يعني كنيستنا حاطة تاريخ الكنيسة في القداسات في شكل السنكسار. السنكسار جزء من تاريخ الكنيسة، يقول في هذا اليوم عيد الأنبا أنطونيوس، في هذا اليوم كان مؤتمر نيقيا، في هذا اليوم كان استشهاد 30,000 في اسكندرية. ما كل ده تاريخ كنيسة. إذا وإحنا بنحضر القداسات
بنتعلم جزء كبير من تاريخ الكنيسة. العقيدة يعني شرح الإيمان إحنا مشغولين بيه في خدمة الكرازة، لأنه أهم حاجة في الكرازة مش المورالز والفاليوز، أهم حاجة الدكترين العقيدة، وأهم حاجة في العقيدة هي قانون الإيمان. يعني إيه الله واحد والله ثالوث، ويعني إيه لاهوت المسيح، يعني إيه التجسد، يعني إيه الفداء. فقانون الإيمان وشرحه بيغطي كل حاجة في العقيدة المسيحية تقريبا، وده مطلوب يكون اتقدم في مدارس الأحد بكذا طريقة في كذا سنة، لأنه ده أهم حاجة في الإيمان. أحيانا نحكي مواضيع كلها أخلاق وما نجيش نحكي عن العقيدة يبقى غلط. في بعض الاختلافات في الكتاب المقدس في الأرقام، مثلا داود له 7 أخوات وفي مكان تاني 8. لما يكون في اختلافات في الأرقام ادرس دايما تفسيرها، لأنه أي اختلاف له تفسير. ساعات مثلا يكون طريقة التعداد، يعني ممكن داود يكون بيقول 8 including himself، لأن هم كانوا 8، داود نمرة 8، وممكن يقول 7 على أخواته بس. تبان قوي لما كان المسيح مع تلاميذه بيوعظ في إنجيل، قال بعد 6 أيام إنجيل تاني بيشرح نفس الموقف، قال وفي ثامن يوم، 6 أيام وثامن يوم، النهاردة إيه؟ السبت. السبت الجاي ينفع أقول بعد 6 أيام من النهاردة وأكون قصد السبت الجاي؟ ينفع؟ لا ينفع. لو حسبت من الحد بكرة لغاية الجمعة اللي هو بس فاصل 6 أيام، ولو قلت 8 يوم من النهاردة ستيل صح، فاهمين؟ يعني next Saturday you can consider like the 8th day of today or separated from today by 6 days، فاهمنا؟ هي ففي إنجيل قالها كده وإنجيل قالها كده، صح؟ ما نقدرش نقول إن في غلطة هنا، هي كلها طريقة الترقيم. ساعات في بعض الملوك في العهد القديم يقول إن الملك قعد في الملك فترة كذا، تروح سفر تاني الأخبار نفس الملك يتقال فترة مختلفة، يطلع إن في فرق في الترقيم بين إعلانه كملك والإنثرونمنت نفسه وقعدته كملك. لأنه كان في زمانهم ممكن الملك الكبير يقول أنه فلان هيبقى الملك بعدي، من ساعة الكلمة دي ممكن يعده، وبعدين لما الأب يموت والملك يقعد ممكن يعده، فيبقى في نوعين من الترقيم. وضحت؟ ده يفصل لنا أمور كتير قوي. زي يوم القيامة الصبح في إنجيل قال كان الظلام باقٍ، إنجيل تاني بيقول كان النور لاح، يعني ابتدى يظهر. فيقول لك في غلط، هو مفيش غلط، هو very early in the morning، ممكن تبص ناحية الغرب تلاقي لسه الدنيا ضلمة، ومن الشرق في نور بسيط ابتدى يطلع. فاللي قال لسه في ضلمة صح، واللي قال النور طلع برضو صح. فيبقى ما ينفعش نركز في الحرف في الإنجيل، لأن في الآخر المسج واحدة. مثلا يقولوا في إنجيل قال إن كان في 2 عميان ماشيين في أريحة، وفي إنجيل يقول 1. ببساطة قالوا القديسين إن المسيح اتكلم مع 1 لكن المعجزة غطت 2، بس في 1 هو اللي كان بيرد عليه. ففي إنجيل يركز على شخص 1، وفي 1 قال 2. تلاقوا في معجزة مجنون الجدريين أحد الإنجيليل قال كانوا 2 مجنونين، ماشي، ما هو ياما مجانين والمسيح شاف ناس كتير. فده مش معناه أنه في غلطة في الإنجيل، ده كل واحد بيحكي وبيركز على جنب من القصة. لو واحد هيسيب الإيمان ده ما يبقاش حسب مشيئة الله،
ازاي نقول لتكن مشيئتك؟ لا، احنا بنقول لتكن مشيئتك نقصد بيها لما المعنى اللي قاله الانجيل مشيئة الله قداستكم، او الله يريد ان الجميع يخلصون. فلما بقول له يا رب لتكن مشيئتك، انا متأكد ان مشيئته خلاص الشخص، مش مقصود بيه ايه خلاص فلان يهلك وخلاص، ما دي مش مشيئة ربنا. إذن لما بقول لتكن مشيئتك فيها تسليم، لكن كمان أنا عارف ضمنيا أن مشيئة ربنا أن الكل يخلص، يبقى أكيد مشيئته خلاص الناس أو توبة الناس. بحاول أتعامل مع شخصية من اللي غيروا الجنس في الشغل وبصللها، هل ممكن أكلمها عن ربنا؟ طبعا ممكن، لو العلاقة قوية تسمح أنك تتكلمي عن ربنا اتكلمي، اتكلمي من غير ما نجرحهم، الناس دول بيبقوا حساسين زيادة، لكن مفيش مانع بدل في رصيد علاقة كويس أن أنا أقول أن أنا بتوب وأن أنا مشغول أصلح نفسي، وكلنا خطأ وكلنا فينا أخطاء، والحل أن ربنا هو اللي يصلحنا، مش هنقدر نصلح نفسنا لوحدنا. وكلام يجيب بعضه، ممكن اللي قدامي يقول أنا مش عارف أصلح نفسي، أو أنتوا بتقولوا يا مسيحيين أن احنا غلط، نقول احنا بنقول أنه ده غلط، لكن احنا بنقول كلنا غلطانين، بنقول كلنا خطأ. هل ممكن عمل المطانيات أيام السبت والحد؟ في رأيي ارجع لأب اعترافك، هي الكنيسة حابه تقول السبت والحد مفهومش مطانيات عشان تحتفظ بروح الفرح، لكن وعشان تميز بين بقية الأيام وبين موضوع السبت والحد. لكن لما الناس بتعمل 3-4 مطانيات مش ده المقصود، الرهبان بيعملوا مئات المطانيات، فبياخدوا زي سبت وحد أجازة احتفالاً بقيامة المسيح، لكن هي المطانية في حد ذاتها مش خطية، لأن حتى لو داخل الكنيسة يوم الحد ما أنت بتسجد لربنا، ما فيهاش حاجة في حد ذاته، لكن عدد مطانيات كتير بيبقى غالباً في نوع من التزلل اللي مش مناسب لأيام السبت والحد. برضو حد بيسأل على الكرازة عموما، دي أخبار. Here is what your donations look like when used by people who insist on making the world a better place. 7 million Filipino children are sexually abused every year, and more than 90% of them are girls. Your donations helped us build a residential house that embraced girls like Perla, a 12-year-old girl to be sold at a sex bar. But everything changed when she was welcomed at the house. She was given all the psychological and physical care she needed. She picked up what she had missed at school. She graduated college and started to be an independent woman. She chose to help other girls in need, who became an essential part of the residential house service. And we're ready to embrace more and more girls. Filipino families have limited access to basic health care services. 95 Filipino children die every day from malnutrition. Your donations enabled us to send in medical missions that serve disadvantaged Filipinos in different parts of the country. Built a dental clinic that started operating in 2021, serving neighborhood communities twice a week with minimal fees. 26 million Filipinos live below the poverty threshold. Help train women on different skills to produce attractive products they can sell to community members to generate income.
Since the pandemic, we started working with household heads, different families to generate income, provide them with bikes for goods delivery and transportation. Responsible parenthood is always a part of our plan. Allow us to prepare workshops on parenthood and child development. The women attended our last series of sessions and were introduced to the best practices of parenthood and child development. Youth of today are tomorrow's future. To teach teenagers to say no to teenage pregnancy, sex before marriage, and early marriage. Our workshops provide them with the tools to change their behaviors. Filipinos depend on you. Your donations break the abuse cycle. Save lives, open homes. Join us as we try to make the world a better place, one step at a time. دي المؤسسة بتاعتنا في الفلبين, Light for All. عندنا هناك سيدنا أمبرويس وأبونا مينا ومجموعة مكرسين, وبنخدم في ثلاث جزر, ثلاث كنائس للي يحب يشارك. طيب احنا كنا ابتدينا نتكلم في المعادلات السهلة, مش كده؟ لو انتوا فاكرين احنا خدنا معادلتين, ودن ووقت استقرار العلاقة, وخدنا تشجيع وصبر نمو العلاقة. ناخد تعديل العلاقة. ممكن تكون علاقتك بمراتك بقالها سنين مش مظبوطة, عايشين بس بالعافية, مشاكل كتيرة, في كده فجوة أو تباعد بينكم, نكد, مش مفيش تفاهم, اختلافات جامدة, كل واحد زعلان من التاني, شايل من التاني, لكن ما وصلناش لسه لمستوى الطلاق. يعني في حاجة اسمها تعديل العلاقة. ممكن جدا العلاقة دي بعد ما كانت ملخبطة تمشي ستريت, بس محتاجة كلمتين, تفاهم وتنازل. لأنه لما بتفهم اللي معاك his or her needs, محتاج إيه, ممكن الحياة تختلف. بيفكر إزاي, أولوياته إيه, بيزعل من إيه, بيفرح بإيه, نفسه في إيه. الحاجات دي كلها لما بفهم كويس اللي معايا ممكن جدا العلاقة تتحسن. أذكر مرة أب قال لي, أنا كان عندي ولدين شباب, أنا ناجح جدا في علاقة مع ولد, التاني دايما متخانقين. لما درست شوية البرسوناليتي تايبينج وفهمت طبيعة ابني ده, عرفت أن طريقتي غلط, وبالتالي ركزت إزاي أتعامل معاه. بعد ما فهمته لقيت النتائج عالية جدا, وبسهولة جدا بقينا أصحاب, وحسيت أني بقالي 15 سنة أنا تعبه, رغم أن طريقتي دي كانت ناجحة مع أخوه, بس معاه هو مش ناجح, لأني شايف نفسي صح, وطلعت أنا مش فاهم شخصيته وشخصيته مختلفة. فمجرد الانديرستاندينج ده بيفرق جدا في العلاقة, بيغير جدا في العلاقة. لأنه للأسف في رجالة بيتعاملوا مع الستات زي ما بيتعاملوا مع نفسهم كرجالة, الست غير الراجل, وفي ستات بتتعامل مع الراجل كأنها ست زيها, فطريقة تفكيرها غلط بتخلي في مشاكل كتير. لما تفهم اللي معاك لازم يكون في استعداد للتنازل. التنازل ده له أشكال كتير, أتنازل عن راحتي شوية, أتنازل عن مزاجي, أتنازل عن رغبات, ده اللي يعمل تعديل للعلاقة. أقول لنفسي لأ قبل ما أقول للي معايا لأ, كل ده ممكن يطلع علاقة تمشي كويس قوي, من غير زعل ومن غير خناق ومن غير نكد وهكذا. نفس الكلام مع ربنا, أحيانا ببقى أنا عاوز ربنا يمشي ورايا يسمع كلامي. طب افهم ربنا, ربنا بيحبك بس هو فاهم أكتر منك,
فأنت مطلوب تتنازل عن رأيك شوية، تتنازل عن رغباتك شوية. افهم أن ربنا بيعمل كل حاجة حلو، حتى لو أنت مش شايف، ساعتها تقبل من ربنا، فتلاقي العلاقة بقت أحسن، لأني بقيت فهمه وبقيت بتنازل. يعني إيه؟ مش لازم يا رب تعمل كل اللي أنا عاوزه، كفاية أن أنت أبويا، كفاية أنك بتحبني. في كل العلاقات كده، لو فكرت مع الكنيسة، لما بفهم الكنيسة واللي وراها والتزاماتها، وبقى مستعدة تنازل وأقول حاضر، علاقة بالكنيسة بتتصلح. العلاقة بالأصدقاء، بالعيلة، بالناس الكبار، كل ده ممكن يتصلح مع التنازل والتفاهم. يبقى افتكروا ان احنا عندنا ثلاث علاقات او ثلاث معادلات سهلة. لو اديت ودنك ووقتك، العلاقة هتبقى ستيبل. لو في تشجيع وصبر، العلاقة هتتقدم بسرعة. ولو في تفاهم وتنازل، هيبقى في تعديل للعلاقة. نقول ترتيلة وبعدين ناخد الموضوع عشان نلحق الشباب. لست أدري كيف كان عمري يدي دون أن أدرك أنك أنت أبي، لكني الآن ابنك، أنت ترعاني بحبك فلا أخاف أبدا، لأنك تمسك يميني سام وكان وأهتف لك للأبد، أنا لك للأبد فأسبحك، لك للأبد، أنا لك للأبد. يا أبانا لست أدري كيف كان عمري يجري دون أن أدرك أنك أنت أبي، إني لأنا ابنك، أنت فرحك فلن أخاف أبدا، لأنك تمسك يميني سأسبحك وأهتف لك للأبد، أنا لك للأبد سأسبحك، ولك للأبد، أنا لك للأبد. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في سلسلة فاهمين مشيئة الله، ساعات الواحد يكتشف بعد عمر طويل أن في تصرفات كان بيعملها كانت كلها عن جهل. تعبير ده استخدمه القديس بولس، فكرتني بيه أم لما قالت لي أنا أذيت ولادي لأني كنت جهلة في التربية، فكنت عاوزاهم أحسن عيال، فكنت بزعق طول الوقت،
وكنت خايفة عليهم زيادة. في الآخر اتلخبطوا نفسيا وبعدوا عن ربنا وبعدوا عني، بس أنا فعلت بجهل. ففكرتني بالتعبير ده اللي قاله بولس في اعترافاته، لأن بولس زي اعترف في آخر حياته كده بأنه فعل هذا بجهل. بيقول أنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. أنا الذي كنت قبلا مجدفا مضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان، وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنات، مثالا للعتيدين أن يؤمنوا بي للحياة الأبدية. كلام ده كان بيقوله للقديس تيموساوس، يعتقد سنة 65 بعد ما خرج من سجن روما، وكان عارف أنه قرب يمشي قبل السجن الثاني اللي هو تيموساوس الثانية. فكان بيشجع تيموساوس فقال له أنا كنت وحش قوي وكنت مفتري ومجدف، بس أنا كنت جاهل، كنت بعمل حاجات بجهل. إذا كان موضوعنا كبير فاهمين مشيئة الرب، ساعات الواحد يبص على حياته كده ويقول أنا كنت جاهل، أنا تصرفت بغباء، أنا ضيعت فرص كتيرة قوي، أنا تعبت الناس بجهل، ما كنتش قاصد بس تعبتهم. تعالوا نشوف أمثلة للفكرة دي. أول اكتشافاتنا بتبقى اكتشافات في التربية. أتمنى الشباب الصغير ياخدوا كورسات تربية مسيحية. الناس بتفتكر أنه إيه تربية دي حاجة عادية، يعني هنقعد نضرب في العيال ونزعق فيهم خلاص يطلعوا كويسين. لا، التربية دي طلعت صعبة. التربية عاوزة حكمة عالية، وفي مواقف فعلا لازم نصلي أعمل إيه، لأنه الكلمة ممكن تفرق في حياة العيال يمين أو شمال. فممكن الواحد يكون غلط، أو غالبا كلنا غلطنا في تربية أولادنا. ممكن تكون مدتهمش وقت بحجة أنه وراك وراك وراك، أوكي بحقك اشتغل، لكن على فكرة الوقت فرق، وممكن يكونوا بعدوا عن ربنا لأنك مدتهمش وقت. ممكن ما كنتش قدوة، كان في تصرفات كنت شايف أن دول عيال صغيرة، يعني ممكن تعمل أي حاجة كبير محدش هيحاسبك، لكن الغلطات اللي كنت بتعملها اتزرعت في أولادك فبيدفعوا ثمن أخطائك. ممكن في التربية تكون ما دفعتش عنهم، طفل يغلط مفروض بابا أو مامته يدافعوا عنه، مش يمسكوله العصاية، يدافعوا عنه قدام ضميره. أنت كويس حبيبي، أنت غلطت بس أنت ما تقصدش، يعني ممكن تبقى أحسن من كده. ولو حد متهمه في المدرسة أو في الكنيسة ندافع عنه بس بعقل، يجوز احنا ما كناش بندافع عنهم، كنا بنزود الكلام. ممكن تكتشف انك كمية التشجيع اللي قلتها قليلة جدا. مرة اب جاي يعترف يقول لي انا ابني قال لي بعد ما اتجوز، بابا تفتكر انت كم مرة قلت لي كلمة عادلة في حياتي؟ قال له انا؟ قال له اه. قال له أقدر أعدلك 1000 كلمة وحشة قلتها، مش لقي لك 3 كلمات حلوين قلتهم لي في حياتي. فجي اعترف وهو متألم، قال لي أنا تعبت ابني لأني ما كنتش بشجعه، كنت فاكر التربية الشديدة أن أنا لازم أفضل شيء أوريله أنه غلطان وأديله instructions طول الوقت. إذن في تربية أولادنا ممكن نكون غلطنا كتير أوي. هل it's too late؟ هنشوف دلوقتي. في اكتشافات في الخدمة أنا شخصيا بكتشف أنه الواحد ما كانش حكيم في حاجات كتير.
يجوز بعض القرارات في الخدمة ما كانتش صح، أو انشغالات، أولويات، كان في حاجات أهم كان ممكن تتعمل. ممكن الواحد ما كانش مطيع كفاية للي فوق منه وفاكر أنه يعني بيفكر كويس وأنه معاه حق. ممكن في الخدمة ما كنتش متواضع كفاية فما كنتش سامع صوت ربنا، كنت ماشي بدماغك، والواحد يتهيأ له أن الناس مش فاهمة، الناس مش مقدرة. ممكن في الخدمة الواحد ما كانش أمين وفعل بجهل، يعني ما كانش عارف أن عدم الأمانة قد كده هيتسبب في عصرة أو مشاكل للناس. ممكن في الخدمة الواحد يفتكر موقف زي مرقس مع بولس. تذكروا الموقف ده، أن بولس الرسول في مرة حكم أن مرقس ده ما ينفعش. لو كان الحكم ده مشي ما كناش اتولدنا مسيحيين. لكن ماري مرقس لولا أن ربنا بعت برنابة وأصر أن مرقس ياخد فرصة تانية، لكن بولس يجوز حس أنه كان فعلت بجهل، كنت الستاندرز اللي أنا حطيتها للخدام عالية، لازم يعملوا 1 2 3. أذكر مرة قابلت راهب قال لي في الكنيسة عندي ما دخلونيش إعداد خدام، قالوا أنا إنسان مستبيح ومستهتر وشقي ومنفعش خادم، لكن نشكر ربنا، ربنا جابني الدير وبقيت راهب. يعني عاوز يقول لي في وقت كان محكوم عليا أن أنا منفعش خادم، لكن ربنا خلاني راهب. راهب ده يعني أحسن من أي خادم المفروض، لكن كان ده الحكم أنه ده ما ينفعش في الخدمة. ففي الخدمة ممكن تبقى الواحد بيتصرف بدماغه من غير ما يرجع لربنا. في اكتشافات في الماضي، ممكن الواحد يقول تعبير فعلته بها بجهل، أنه في الوقت اللي كنت فاكر نفسك عامل كل اللي عليك تطلع أنك ظلمت، ظلمت مراتك، ظلمت عيالك، ظلمت إخواتك، ظلمت نفسك. ممكن لأن بولس قالها بشكل صريح، أنا كنت مفتري. سواء وقتها شايف أنه مفتري، يعني وقت ما كان يهودي كان شايف نفسه كويس وصح، لكن بعد سنين طويلة قال أنا كنت مفتري، أنا كنت مجدف ومضطهد. وكل واحد لما يبص للماضي يقول أنا كنت أناني، أنا ما كنتش بسمع غير لنفسي، أو كنت جبان، كنت خواف، كان في قرارات مفروض أخدها بجرأة لكن أنا كنت شجاع. برضو أذكر مرة واحد قال لي أنا مراتي يعني خد الطلاق ومش عارفه ليه، قال لي أنا السبب، أنا كنت متزمت جدا، كنت في الريسي، كنت طول النهار عاوزهم هي والبنت يصلوا 7 صلوات والصيام محدش يأكل قبل الساعة 3 وكل حاجة بالعصاية. ومع التزمت الشديد يعني بيت اتلخبط خالص، ولا عندي تشجيع ولا عندي حب ولا عندي رحمة، أنا عاوز الرولز هي الرولز. وقال أنا كنت بعمل خطايا كتيرة رغم التزمت ده بس ما كنتش بقول لهم، فعلته بجهل، كان فاكر التدين هو الحرفية والشدة والتزمت. ممكن تكتشف أنك ضيعت سنين من عمرك بعيد عن خطة ربنا، مشغول بأمور ملهاش لازمة وقعدت فيها سنين ومقتنع أنك بتعمل الصح، وفين فجأة تكتشف أنا فعلته بجهل. ممكن تكتشف أنك كنت كذاب أو مرائي وأنك خدعت ناس كتير ويمكن خدعت نفسك وخدت الشكل اللي يخلي الناس كلها تبص لك بصة معينة لكن الحقيقة غير كده. فعلته بجهل في عدم إيمان، ده اللي قاله بولس، أنا الذي كنت قبل مجدفا مضطهدا مفتريا ولكني رحمت لأني فعلته بجهل في عدم إيمان، وتفاضلت نعمة ربنا جدا
مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. ممكن الواحد يقول أنا ما كنتش عارف حاجة معينة، لما عرفتها يعني حياتي اختلفت، أو ما كنتش حاطط ربنا قصادي، كنت دايما بجري بدماغي أنا، أو كان يهمني أثبت نفسي. كان أذكر مرة أب كاهن متواضع قال لي، يعني كاعتراف، قال لي أنا قعدت أول سنة في الكهنوت عاوز أثبت نفسي، عاوز أبقى كاهن كويس، فمش برجع أقول له يا رب أنت عاوزني أعمل إيه، أنا عاوز أبقى كاهن حلو، أصلي قداس حلو والناس تقول ده بيوعظ حلو. والقصة كلها كانت سيلف أتشيفمنت. بعدين اكتشفت إيه اللي أنا بعمله ده، أنا عاوز ربنا يبقى فرحان، وابتديت أركز في ربنا وإرادة ربنا، والخدمة اختلفت. ممكن الواحد بيعمل بجهل لأنه بيقلد، أحيانا الواحد يقلد كل اللي حواليه، الناس بتعمل كده نعمل كده، مين قال إن اللي بيعملوه صح؟ ويمكن في حاجات تانية صح، مش لازم الشكل ده. فمجرد إنك تمشي ورا الناس وتعمل زيهم مش دايما صح، فعلته بجهل. كونك ما تسمعش صوت ربنا، يبقى ربنا بيبعت رسائل وبينبهك لحاجات وبيشاور لك على أخطاء، وتفضل أنت مش مركز في ده كله، ينطبق عليه كلمة فعلته بجهل. المفاجأة بقى أنه بيقول أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. يعني قبل ما يقول أنا عملت بجهل حاجات كتير، بس ربنا كانت نظرته غريبة، كان شايف أنك ما قصدتش، ولأنك مش قاصد بيقول أنت تنفع تبقى خادم كويس، لأنك مش قاصد، لأنك فعلت بجهل. فهو بيشكر ربنا بيقول اختارني أبقى خادم ومبشر، وأنا كنت مجدف ومضطهد ومفتري بس كنت جاهل، فبص لي وقال لي لا أنت يجي منك. إذن ربنا نظرته دايما أفضل من نظرة الناس. بالنسبة لبولس اداله مواهب، اداله نجاح، بصوا لحياتك هتلاقي النجاح اللي أنت فيه كان في السكة فيه أخطاء كتير، وربنا لم وراك غطى على الأخطاء لأنك فعلت بجهل، في الآخر اداك نجاح رغم جهلك. ربنا بيقبل القليل يعتبره كتير، يمكن تكون عملت حاجة كويسة صغيرة ربنا شافها حاجة كبيرة قوي. ربنا بيبص على القلب، فبولس بالنسبة له كان بيرضي ربنا، وهو يهودي كان شايف ان اللي بيعمله صح، فربنا كان قابله رغم انه قدام الناس كان مؤذي. كأن الواحد ممكن لما يبص على حياته يقول ربنا استحملني كتير قوي، استحملني في غباوتي في عندي، وفي وقت الناس مش مستحملاني كان هو مستحمل ومكمل وبيصلح وبيطلع منه خادم حلو رغم الأخطاء والتقصيرات. كلمة دي جميلة قوي، تفاضلت نعمة ربنا جدا. الاكتشاف الجميل ان الواحد يشوف ان ربنا مديله نعمة ما يستاهلهاش رغم الأخطاء والضعفات. كل ما الواحد يحس ان ربنا دلق عليه نعمة وهو ما يستاهلش خالص، كل ما كانت حياته الروحية سليمة. الحياة الروحية لا تقاس بكمية المجهود اللي بنعمله، بقدر ما تقاس بقد إيه إحنا شايفين نعمة ربنا في حياتنا. فبولس على آخر أيامه قال أنا نعمة ربنا غرقتني، تفاضلت، was exceedingly abundant، كانت كتيرة قوي، لأن قصاد الشر الجامد قوي كان في نعمة كبيرة قوي. وده اللي قاله في روميا لما قال كلما ازدادت الخطية إيه؟ ازدادت النعمة جدا. وهو بيحب الكلمة دي، فقال مثلا في أفسس لمدح مجد نعمتي، يعني نفضل طول الأبدية نقول له
المجد ليك يا رب، المجد لنعمتك، يعني your grace was really abundant، نعمة كبيرة قوي محدش فينا يستاهلها. ألف مرة تاني بنعمة الله أنا ما أنا، يعني أنا ولا حاجة، لكن نعمته المعطى لي لم تكن باطل. يبقى لو كل النجاح في حياتنا قلنا نعمة ربنا كده، يبقى الواحد ابتدى يفهم ربنا. لا تكونوا أغبياء بل فاهمين مشيئة الرب. من الحكمة أو قلة الغباء يعني إن الواحد يكتشف نعمة ربنا ويشوف إنه فعل بجهل وفي عدم إيمان، لكن ربنا ما سابهوش يهلك. كان ممكن واحد زي بولس ده يهلك، يروح النار لأنه غلط كتير، لكن ربنا بص أنه يفعل بجهل وغرقه نعمة وافتقد وزاره وظهر له وشجعه واحتواه، في الآخر بقى قديس عظيم. عشان كده وهو بيوصي القديس تيموساوس يقول له تقوى يا ابني بالنعمة. كم واحد بيقول لولاده خلي رجاءك في نعمة ربنا، خلي قوتك نعمة ربنا، اتكل على نعمة ربنا. من الحكمة ان احنا نقنع نفسنا وأولادنا ان اغلى ما عندنا هو نعمة ربنا، اقوى ما فينا هو نعمة ربنا، احلى حاجة في الحياة كلها نعمة ربنا، مش اي حاجة تاني. وكلما الواحد مجد النعمة كلما كان إفخاريستي، لأن أصل كلمة إفخاريستي هو شكر النعمة. خارس يعني نعمة، وإفخاريستي سومينتو كيريو، تعالوا نشكر نعمة ربنا، عشان كده تسمى سر الشكر. الماضي بالنسبة لبولس كانوا كلمتين، لما بص لحياته زمان قال مجدف ومضطهد ومفتري، لكن فعلته بجهل، وقصاد الجهل كان في نعمة. وحياة أي واحد فينا ممكن تتحط كده، كل العمر عبارة عن إيه؟ جهل مني وستر منه، تقصير مني ونعمة منه، خطايا من ناحيتي وعطايا من ناحيته، هي دي الحياة كلها. لو الواحد شاف الحياة كده يبقى بقى حكيم، لأن الحكمة أنك تشوف الوضع صح. الحكمة تنزل تلبس النظارة المظبوطة وتشوف الأمور في مكانها. النعمة تيجي نعمة الستر، أنك محتاجتش أو أنك غلطت كتير وربنا غطى على الخطايا، فتبان قدام الناس أنك كويس، لكن أنا مش كويس. نعمة الغفران، أنه سامح في أخطاء ضخمة يمكن محدش يعرفها إلا أب اعترافك وربنا. ممكن تبقى نعمة الاستجابة، إنه استجاب لك في وقت أنت ما كنتش كويس، ما كنتش حلو، وربنا كان بيسمع لك. نعمة الحياة والحركة، إن لسه في عمر ولسه في نفس ولسه في دماغ بتفكر، هو كل ده محدش دفع ثمنه. إذن فاهمين مشيئة الرب، ضمنها أن الواحد يدرك النعمة ويقضي حياته، يقول زي بولس كده تفاضلت نعمة ربنا جدا. ربنا نعمته كبيرة قوي. نعمة الناس اللي حواليك. أذكر مرة واحد ترمل، يعني مراته راحت السماء، وبعدين وأنا قاعد معاه بكى، رجل كبير، قال لي شوف إحنا 45 سنة بنتخانق، إنما أنا ما كنتش مقدر النعمة اللي أنا فيها. مراتي كانت نعمة وكانت مستحملاني، وأنا دلوقتي زعلان على كل يوم قضيته معها، كنت شايف النعمة دي. ربنا يدي العمر والصحة، ما فيش داعي الواحد يكتشف النعمة بعد ما تروح منه، خلينا نقدر النعمة اللي احنا موجودين فيها. في الوقت ده زي ما تقوله بولس كان منفعل وفرحان، فقال صادقة هي الكلمة. عارفين لما واحد يقول صدقني، صدقني، فبولس بيقولها كده من قلبه، صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. المسيح يسوع جاء إلى العالم
ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. أجمل اكتشاف أنك تحس المسيح ربنا جدني عشانك أنت، عشان ينقذك، عشان مش عاوزك تهلك. بولس كان حاسس كده. هنا بقى ده الاكتشاف العظيم، دي فاهمين مشيئة الرب. لا تكونوا أغبياء بل فاهمين مشيئة الرب. ربنا عمل كل حاجة في حياتك عشان يبقى لك مكان في السماء. فبيقول صدقوني صدقوني، واقبلوا الكلمة دي، المسيح جه من السماء عشان اللي زينا، وبالذات اللي زي أنا، الخطاة الذين أولهم أنا، ولكني رحمت. يعني ربنا رحمني عشان كل الوحشين اللي زي يقولوا اللي خلى بولس يفلح يبقى كلنا هنفلح، اللي عمل من بولس قديس يبقى احنا كلنا ممكن نبقى قديسين. فربنا رحمته، بولس ما بصلهاش ان انا احسن واحد، بس بما اني اوحش واحد يبقى في رجاء لاي واحد، بما اني اوحش واحد يبقى في امل لاي واحد يبقى قديس، لان انا الوحش بقيت حاجه كويسه. يبقى فاهمين مشيئه الرب معناها اكتشافات مهمه. اكتشفت ان انا عملت حاجات كثيره بجهل، واكتشف ان انا اوحش واحد. مره راهب راح لقديس كده يقول له يا ابي عندي شعور ان المسيح قدامي طول الوقت. قال له اقول لك على شعور احلى منه؟ قال له في احلى من كده؟ قال له آه. قال له أن تشعر أنك أقل من كل الخليقة والله يحبك. يعني إيه؟ يعني قال له في شعور في قلب القديسين أنه يبقى مقتنع أنه أقل من كل الناس وأوحش من كل الناس وربنا بيحبه على كده. قال له دور على الشعور ده. التواضع الحقيقي هو إحساس داخلي دائم مستقر ان كل الناس احسن منه. مرة ابونا رفائيل ابا مينا قال لنا السر ده على البابا كيرلس. قال لنا عارفين احلى حاجة في البابا كيرلس ايه؟ انه كان بيشوف كل شعب الكنيسة احسن منه هو شخصيا، وكان مقتنع بكده. طبعا ده تواضع حقيقي، دي نقاوة قلب، ده اكتشاف مهم، دي مشيئة الله ان احنا نتنافس على المتكئ الاخير، لان ربنا بيحب قوي الاخيرون دول، اخيرون اولون. فيبقى ده اكتشاف مهم انك تقتنع انك اخر الكل مش اول الكل. اكتشاف ان المسيح بيحبك شخصيا ومركز معاك قوي، ده اكتشاف مهم. اكتشاف انه ربنا رحمته واسعه قوي، وعاوز العالم ده كله بكل الشر اللي فيه عاوزهم يرجعوا، ولا يشاء أن يهلك أحد. يعني كل اللي عملوا بلاوي وغلطوا غلطات فظيعة وافتروا، كل دول لسه ربنا عاوزهم ومستعد يسامح وياخدهم مع السماء. الاكتشافات دي تخلي الحياة مختلفة. إذا فعلت هذا بجهل، جه الوقت أن الواحد يقول له يا رب أنا غلطت كتير قوي زمان. ساعات بننسى أخطاء الماضي، الواحد بيتصور أنه خلاص بقى عدت، لكن في لحظة صدق الواحد بيحتاج أنه يراجع الماضي ده كله ويحطه قدام ربنا، يقول له ماضي وحش مليان لخبطة كتير قوي، لكن ما عنديش حاجة أقولها لك غير سوري، forgive me، لأني أعمل إيه؟ اللص اليمين في اللحظات الأخيرة كان حكيم، فهم مشيئة ربنا، أنه مش مطلوب غير يقول يا رب واذكرني بس خلاص. يا رب فيها الإيمان واذكرني دي فيها التوبة، مش عاوزين أكتر من كده. جه الوقت أن الواحد ياخد قرار ويتوقف عن جهل. لو أنا جاهل بأني شايف روحي حاجة، كفاية جهل بقى. أن أنا بظلم اللي حواليا، كفاية جهل بقى. أن أنا مش بسمع لحد، كفاية. أن أنا قافل وداني عن ربنا، كفاية. لازم يجي الوقت الواحد ياخد موقف كده ويعترف بعيوبه وتقصيره عشان يتحرك. جه الوقت اللي الواحد يشوف الحقيقة زي ما ربنا شايف.
أن العالم بيخلص والعمر بيخلص وأن كل جمال الخارجي ده يزول، واللي بيفضل الذي يصنع مشيئة الله. هذا العالم يزول، لكن الذي يفعل مشيئة الله يثبت إلى الأبد. فلما تبقى شايف الحقيقة واضحة كده تركز بقى وتقول لتكن مشيئتك، وساعدني يا رب أعمل مشيئتك، وعلمني. تعبير جميل في المزمور يقول له علمني أن أصنع مشيئتك، علمني إزاي أعمل اللي أنت عاوزه بالضبط. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. الشباب هيجوا ولا في حد عنده أسئلة؟ هو الدنيا برد ولا أنا بس اللي بردان؟ يعني أنا شوفوا لنا حل في الموضوع ده. طب نقول ترتيلة لغاية ما الشباب يدخل لو كانوا داخلين. Glorify your name so that all the peoples proclaim. May you always open your eyes and make us wise. May you always open your eyes. May your spirit make us wise as you listen. Your people sang above, dear Lord, from you depends. Let us see that you're here to say, walk with us through the way that's tried. Give us assurance as we part. Walk with us through the way that's tried. Give us assurance as we part. And deep is your love, so deep, dear Lord of glory, so that all the peoples proclaim. May you always open your eyes and hear. Make us wise, may you always open your eyes and then make us wise as you listen. To people say, let's leave the pots and quit all blocks. Let's pray the Lord and preach his flock. He came to win. He took us in, he came to win, he took us in. From this eternal light, the Lord, oh glorify your name. People proclaim, may you always open your eyes and pray. Make us wise, may you always open your eyes and may you speak. Make us wise as you listen to your people's sound. Have no one, we have no one. We turn our eyes to the only one, our Lord divine. Our Lord divine, our Lord divine.
that all the peoples proclaim. May your arms open your heart. May your spirit make us wise. May your open your eyes and may your spirit make us wise. اتفرجوا على فيديو لغاية ما يوصلوا الشباب. Anxiety. It's a word used often these days. But what is it? And what's the difference between feeling anxious and an anxiety condition? When you perceive a threat, you might feel uneasy, worried, nervous, distressed, or even scared. This is anxiety, and it's a natural and healthy response to situations you think may be harmful. But if these feelings hang around, pop up with no apparent reason, or start to impact your day-to-day life, it could be the sign of an anxiety condition. Anxiety conditions are really, really common. There are plenty of different types, and different people experience them differently, because we're human. But what causes an anxiety condition? It could be any number of things, or a combination of them, such as a big life change, a hugely stressful event, the breakdown of a close relationship. It could be that there's a history in your family of people experiencing mental health conditions, that you experienced trauma when you were younger, or that you're dealing with ongoing physical illness or pain. While these are some of the main known causes of an anxiety condition, they aren't the only ones. What's most important is to understand that an anxiety condition is treatable, and it's worth talking to someone about. يعني طبعا مش بفتي يعني في علم النفس أو الطب النفسي، بس أظن كلكم لاحظين أن المنتل هيلث بروبلمز عمالة تزيد، أو يعني كل الناس تعبانة نفسيا من بعد الكورونا. الموضوع زاد شويتين يعني. وإذا الواحد ممكن يعمله عشان يقلل anxiety exposure للمشاكل النفسية، فاهمين سؤالي؟ نعمل ايه عشان كنوع من الوقاية نقلل بيه الضغط النفسي؟ What should we do in order to avoid, you know, having this anxiety or depression or phobias or feeling always stressed? Do you have any kind of prophylactic measures we should apply so we get away from these problems? Huh? Being active. When you are always busy doing good things, definitely this may save you in a way. Huh? What else? النهارده احنا انتوا عارفين الوقايه الفيزيكال، الناس بتلعب sports, تلعب in order to have some kind of fitness. Can we have any kind of psychological fitness so we can stand against the stresses, the traumas, the pressures? Do you have any measures, anything to advise? Prophylactically, no? لا شيلي كمان، ما أسمعك بس مش سامعك. Yeah, yeah. Definitely, when you have a regular prayer with God, quality time with God, this definitely adds to your kind of, you know, psychological immunity, having the peace in your heart that can stand against the stresses. Amen.
Yeah, try to rely upon God. Always consider God is the responsible person, is the controller. So when you depend upon God, you feel better, you feel the peace of God. يعني طبعا حتى في علم النفس, they always say that those who believe in God and rely in a religious way, they have less liability to get mental health problems. Other things to be done? Go ahead. Yeah. Bravo, Alec. When you have strong relationships, very good friends, good partner, so you are always have some kind of warmth in relations. You feel empowered by the love of people. This will help you to stay away from being stressed. Other measures to be done? تفضل. Thank you. Very good. Try to think positive by counting the blessings. Remind yourself with the good things in your life. Always thank God for the good things you have. By this way, you feel better. But when you focus on the negatives, now you are stressing yourself more and more. Go ahead. Helping someone? Ah, okay. Sometimes when you feel very much stressed, you should ask for consultation. You should visit some psychologist or psychiatrist when needed. But I'm speaking in a general way how to, you know, lessen the probability of getting stressed. Yeah. When you care for others, when you serve, when you are busy serving people, when you have somebody in your mind to think of, to think for him and to give him something, now you are in a very positive, peaceful way. But when you focus on yourself, you are stressing yourself more. Hey, doctor. Thank you. Take a break. Always يعني try to take some breaks every now and then, and also listening to the sermon, especially about the love of God, about hope, about faith. This empowers you. This helps you up. Hey, come on. تفضل. Thank you, Habibi. The words given by Pope Kyrillos and also some words related to Pope Shenouda, it works like themes or just kind of equations that just leave everything to God. Everything will be great. تعرفين مثلا ربنا موجود بسر هتنتهي كله للخير أو دع الأمر لمن بيده الأمر كلمة البابا كيرلس. كلام ده مريح وبيساعد الواحد يغلب القلق والخوف اللي بيجي جواه. Okay. Any other advices to be stronger in our heart? Yeah. When you speak about your fears, about what you feel, to some trusted person, this will help you in a great way. When you vent, you express your feeling, definitely this will support you in a great way. عادةً those who always hide their feelings, they are more stressed than others. Yeah, try to live day by day. Do not think much of the future. Do not be worried about the future. Just live your day and try to enjoy the minutes you're living in. And again, the value of surrendering your life to God.
في حد يضيف حاجة تاني؟ Yeah, very good one. Try to disconnect from the social media as much as you can. At least limit the time of the social media because the social media is really stressful. Will add to your usual stresses. Yeah, that's a nice one. Try to put smart, easy target to achieve. This will help you to feel better because you just put just one step. Do not think of very large and huge goals which you cannot, you know, achieve. Yeah, very good one. Try to stop your mind from competition or comparing yourself to anyone. Because when you compare yourself, you are stressing yourself. You are distracting yourself. There is no need to compete or to compare yourself to anyone. You are beloved in yourself. You are different. You are the son or daughter of God. So there is no need to compare. Other advices? Go ahead. Yeah, yeah, that's a good idea. Remind yourself with the very good, you know, attributes of God. How merciful, how loving, how caring, how fatherly He is. So He left everything just for one single lost sheep. So you may be the one over 100, but you are in yourself very much needed, appreciated, and loved. So when you think this way, you feel better. Yeah, try to disconnect yourself from the news and, you know, the politics, the economy, the stressful news. You need not to be busy with these things. Had you the haga? Go ahead. Thank you. Thank you very much. Try to spend more quality time with the Bible because the Word of God is really full of peace. The peace of God is related to the Word of God. So when you are busy reading, studying your Bible, you will have this peace in your heart. You feel the joy of the Spirit. You will understand how much you are beloved. And you will look up to the great image of God, our Lord Jesus Christ. This will help you to feel better. Okay. Tab, let me show you another one. We are still waiting for some of our young people to come. Listen to this, please. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. No. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling.
Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, "I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me." Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Okay, my question, sometimes when we try to help someone to feel better, we hurt him. We add to his burden. We are stressing him more. Remember the friends of Job? They tried to help him, but he felt so bad with their talks. In what way we may add to the burden of anyone? Give me some examples when you try to support someone, but actually you are hurting him. Give me some examples. Think. Mina. Again, Habib. You're just trying to give too much advice. Yeah, thank you very much. When you try to give him many advices, so much advising, you know, this usually stressing him more. Go ahead. Sorry. No, it's hello. Okay. In the education field. No need for the mic. Okay. My question again, excuse me. Thank you very much. But my question, the bad ways we may use when we support others, the stressful ways actually we use while having the heart of support. Amen. Yeah. When you just give advices as you are superior, as you are, you know, in your comfort zone, so they feel like less and inferior, they feel bad. Go ahead. Yeah, when you blame them, definitely, when you accuse them of being the reason of any disaster, they feel so much stressed. But actually, you tried to support, but that was really bad. Yeah, when you just ignore their, you know, suffering, their expressions of pain, you just underestimate them or you do not listen. How do we hurt people more when we think of supporting them? Do you have other ideas? Go ahead. Yeah, when you underestimate their situation, okay?
Other comments? We do not listen enough. When you do not listen, you are busy, so you do not focus on what they say. They feel more stressed. What? Impatient. So they don't have patience, caring, or listening. Yes? تفضل. Yeah. Yes. When you just compare their problem to others and put them in comparison to other sufferings, actually, this usually hurt many people. When you belittle their sufferings, thank you. Yeah, when you blame them more. Okay, just be careful, because sometimes in our family relationships and our friendship relations, we fail to support simply because we are not wise. But the best way is to listen, to show love, to pray for them, just to be there for them, as this woman were saying. Go ahead. Yeah. Yeah, when you just say that's the result of what you had done, so it's again kind of blaming, and this stress them for more. Yeah, exactly. I got it, Doctor. All right, so welcome to our young people. Okay, hi. And I want to use the occasion of having Abuna and the parents to really ask some questions and learn from the experience of mom, dad, and the kids. So I'm going to start with one question to the young people. And the young, I think this group, by the way, just in case some people consider them very young. If you were to be given a magic wand as a kid, what would you like your parents to be or do? Okay, so basically I'm asking our sons and daughters, if you were to change something in your parents, what would you like them to change? Just in case parents are very eager, there is another one for them. So please just hold your breath for now. Okay, my sons and daughters, what would you wish God will change in your parents? Huh? I want to hear, oh, don't be scared. Abuna's room is 355. It's not actually, but just in case. Who wants to be brave enough to start the discussion? Yes, Jonas. Go ahead. I can. Oh, yes.
they give us more privileges, but also give us more responsibilities. So give you more responsibilities. Is that what you said? Yeah, but also more privileges. Give you more responsibilities and more, what do you mean by privileges? You want to drive? Like hanging out with your friends more often, going to the gym by yourself, and but in response, doing stuff for them as well. So going to the gym by yourself and, okay, I will hold off on the parents' responses. So giving me more responsibilities and more privileges. Okay, what else? Yes, Habibti. More trust. Oh, nice. Now we are getting into, it's getting hotter now. The room is going to get hot. So giving them more trust, giving you more trust. Do you mind if I ask a question? Go ahead. Thank you. Can you give me an example? Doesn't have to be your house, by the way. Speak about anyone you know in the household, the other household. What do you mean by giving you trust? Like going out with friends, like in being trusted that like you won't do anything bad, or going out alone and being trusted you also won't do anything bad, or you know, like texting somebody and that person, like your parent won't go through your like phone because of trust. Okay, and it's a very good response, by the way. I'm glad you're talking about one of your friends, but that friend of yours who may have lost, for example, a trust of her parent, let's say, is that because she misused the text and now her parents are telling her you are not allowed to text, or because she was doing the right thing but they are actually annoying and they want to know more about every single word she's writing? The second thing. They are more annoying. Yeah, exactly. Oh. Okay. You need to come and sit with us. Okay. All right. Very good. Thank you. Excellent. All right. Who else from our young people? If you were given the chance, God appeared to you and told you, what do you need, my son? And he said, Dad, I want you to change my this and my father, for my mom. Okay, guys. Any other thoughts? Oh, the other group here? Okay, the young group here, if you have any opinion regarding what would you change in your parents if you were given a chance. I see some senior high school there, so they must have had enough opinions. Any opinions? Okay. Is that, no, that's not your hand. Okay. I want to get to the point of texting for a second, and I am not sure if I can ask the parents this time. Can you give me your opinion on how much trust you can have in your children and how much they can stretch the trust as far as the texting idea? Any brave parent is not scared of his children. A non-teacher first, because teachers sometimes give us the right answer right away. I wanna, yes. We trust our kids. My voice is loud. We trust our kids, but there is people around them. We work many hours. Okay. We don't know what's going around them. All right. We have to check. All right, thank you. Can you give her the mic, please? My child now, she is grown up and she's in the medical field, but while she was growing, between me and my husband, we gave her a set of certain time she could use
the phone. So for example, she gets off from school at 3 o'clock. From 3 o'clock to 7 o'clock, the phone is on. And then we turned it off because back then it was the carrier gave the parents the code to turn it off at a certain time. So we did turn it off around 7:30. In one point of her life, as she went to high school, we could have seen as she texting, we get the same text. So we were monitoring her texts. And I remember there was a time that as she got older, we extended from 7 o'clock to 10 o'clock. So okay. It all depends on the stage that your child is fine. In. You could give that leeway okay. for your child. Got it. Thank you. Excellent. Any other thoughts? How can we balance the trust and knowing that there may be things out there that they may deceive our children? I have one mom here, one there. But I'm still looking for high schoolers and college. So as soon as you raise your hand, you take priority over a parent. So who is first? I saw a hand here and a hand there. Okay, tfaddali. And how I trust them. That's okay. Please go ahead. Okay. So what I'm saying, I trust my daughters like 100% because I know her friends. Who is her friend, who is what, and the family and everything. Okay, great. Yes, go ahead. So this young mom is saying she will give a growing trust. What do you guys think of a growing trust? Meaning you earn your trust as you come in. Oh, the young lady here. Thank you. Yeah, I was going to say what she said along the lines of growing trust, but I also think that there should be some baseline rules set in place before you have that building trust. And I think with parents monitoring their kids' text message too much, it becomes more annoying, and I think kids are now going to try to hide things from their parents, but having that growing trust and that balance, I think, is good. Yeah. Beautiful. You should be a parent. okay. I'm glad you came with the mom today. Okay. I want to ask my young youth, how much you know about messages that are used wrong against you? Like you sent a message and somebody decided to use it against you. Does this ever happen? You're too far for us, but can you speak very loud? Okay, very, very smart. She said, if you send inappropriate messages, pictures, it can be used against you. Only yesterday, by the way, while I was preparing for the retreat, a high school, a very good kid, but he did a bad thing. He sent a couple of those messages. He told me that his phone was hacked. I'm not sure. Whether he was hacked or he sent it wrong. But somebody is blackmailing him. This is a very true story. This has happened around 9 p.m. yesterday. And he already paid money for that blackmailer. And I want to warn my sons and daughters, please be careful whom you are sending and what you are sending. There are many people out there are waiting to hurt you, and you do not have, they don't care about you much. So the second thing I want to say, trust is a very dynamic thing, and I like the young future mom
that she said, this is a growing trust. When you as a kid do something good, as a mom, I'm going to trust you more, but if you fall, then I'll have to take it out from you. I want to get to a point, and I want to ask the young people, how much you are hurt when mom and dad fight together? So if you were given that spiritual wand, and you are going to change something in your house, and I tell you one of them is the fights or the disputes, which unfortunately happen in almost every home, how do you feel, what happened to you when you hear or see or sense disputes or fights between mom and dad? May I hear opinions? It doesn't have to be about your home, by the way. You may be hearing, you may be telling us an opinion because you heard from a friend whose house had this. So we don't assume it's your house. All right. Is that your hand all the way there? Or yes, go ahead. Anyone? I think the young lady there. Oh, I'm sorry, I can't hear you. What? It's not an unconditional love? Okay, very good. How disputes and fights between mom and dad affect us? We are the young people. I want your parents to hear it, by the way. And again, you don't have to be speaking about your own house. You heard it from somebody else. Anyone wants to make an opinion? Father Dawood was just speaking about an hour ago to the parents about things we have done in the past that we would love to have this wand to change. And one of them was wrong decisions in raising you guys. And I want you to know that we heard a very, very important lecture that we all would love to change something in our past as parents. And I'm confessing to you as one of the parents that we all as parents needed to change something that we have hurt you with. And I'm on behalf of all parents, I think most parents, just in case, we want to confess to you that we may have messed up raising you. We may have done things that have stumbled you or offended you. And we are working on ourselves. We are attending this retreat for us to learn. So please bear with us, but please pray for us. Okay? All right, I'm going to move to the... Abuna, do you have something to say? To the next slide, and this is for the parents, but I want the children to be less scared. You guys are scared. I'm not used to scared young people. If you were a parent and you were given a magic wand, what would you change in your children? Of course, the magic wand doesn't suit our spiritual conference, but it's something we can use as something to wish to change in your kids' lives. What would you change in your kids' life? What you wish things would happen to them. Yes, Fadali. So less use of electronics. Your parents would love if they can change this. And I want to say one thing for all of us. The picture of a parent using electronics on the dining table must disappear. Must disappear. If you guys are complaining about our kids, we should not be using a phone while we are dining as a family. I think dinner should be holy, meaning you are praying and talking and not using a phone. Any other thoughts? Yes, Mom. Stronger relationship with God. Beautiful. Every parent here prays for you guys and gals
to have a stronger relationship with God. What else? I want my young boys and girls to learn how much we are looking forward for a better life with you. Yes, I think the same mom again. So choose your decisions better. Do not make a wrong decision because sometimes you exit and for you to come back to the highway takes a years. Yes. And I ask her, how was your day? And we communicate, and sometimes we say, did you know that I saw this and this, and what? And she will, so better dialogue. Communications, dialogue, parents should speak about their day. Okay, I want to get back to the youth with this question. I have one more question, then a couple of announcements. What is the worst thing or most important thing you are concerned about in your future? Young people, what is the thing you are most concerned about for your future? What are you worried about? Yes, Habibti. Can you move to the front? Because next to the speaker, the microphone does something bad. Thank you. And what's your name? I'm Monica. Go ahead, Monica. I'm most worried about, like, how successful I'm going to be. If I'm going to be, like, a failure when I grow up, am I going to, like, I don't know, like, disappoint my parents? Wow. That's beautiful. She is worried about how successful she will be and if in the future she will be able to support her family, maybe her parents, if they are not needing some support. Beautiful. What else, young people, and when I say young, they are not high school. It could be college, grads, could be singles, could be engaged. What are you worried about in your future? I'll come back to the parents. Bishoy. Thank you, Bishoy. I want to thank Bishoy because he had been doing an amazing job in every retreat. So thank you very much. Go ahead. Go ahead, Habib. One thing, it's not really specifically my future, but just the future generations of the Coptic people, because like the state of the world and all the darkness and like evil we face in this world, and it's just, I don't know, it's just something I'm really concerned about for the future of the Coptic church. So you are worried. I'm happy to hear this, and I think for someone like Abuna who moves around the world, it's good for him to be aware also of your opinions. She is worried how the Coptic people will do in the future. And I want to come back to you. What's your name? Jessica? Justina. Okay, thank you. What other concerns our young people are worried about in the future? Go ahead. I'm worried when I grow up and if I have kids, would I be raising them to always go to the church very often, or were they just, and when they grow up, would they still be connected to the church or not? Thank you. Beautiful. Please, parents, listen to the concerns of your kids. They are not worried about the next Nike sneaker. They are worried the far more important things, and we think our kids are bunch of airheads. They are actually amazing, and every single answer is better than the one before. Excellent answers. Can we keep going? Same level. This group, Hyman and Associates. Anyone? What are the concerns of our young people for their future? Anyone concerned about marriage, by the way? Young kids? Yeah. Thank you for raising your hands. So there are concerns. Am I going to get married? Okay, good. What other concerns? I'm coming back to the parents, so stay put. Any other concerns?
I wanna address two concerns that were mentioned. I want you to know that the Coptic Church is one of the most, if not the most, healthy churches out there in the world. And I am telling you for a fact through CYC correspondences from people who are not Coptic and not Orthodox. They are so thirsty to your orthodoxy, to your straight faith, to your traditions, to even your Christian cultures. Please be proud of who you are and where you come from. The world is looking forward to be like you. There are so many churches are being sold, and it happens that the Coptic Church is one of very few in the world that buying churches and building churches. There is no church out there that at 12 midnight on a Friday night on Abu Ghalamsis is filled with young boys and girls praising and having communion at 5 a.m. It doesn't happen in any church. There is no church out there that people are looking forward to have Holy Friday 10 times a year because they love it. And to them, they want to stay with the hymns and the church. There is no church out there that people stay in liturgy and fast like you guys. And I'm telling you, do not worry about the Coptic Church. If there will be light, the light through Christ and through you in the Coptic Orthodox Church. So please, I want you when you go to your schools and colleges, be yourself. Be you. Do not imitate others. There are so many boring colors in the world today. So many shades of gray. Light gray, dark gray, black, and so many dark, but there is no blue and white and yellow and green and all these beautiful colors that you make the world looks beautiful because you have faith, you have culture, you have principles, and you have values. But please do not imitate others. The second thing that was mentioned, I am worried about the future. I want you to know that the prince of the world, he has his times. There will be things as it's happening today. It's completely normal for a Christian youth to be facing some sort of disagreements with your principles. Completely normal. All what you should do, be steadfast, hold in your principles, and do not give in to what's happening around you. Come to the church with your doubts, hear what the church wants to teach you, and don't give in or give up. Because you will every day be facing a social tsunami coming to hit you, and all of a sudden you don't know where it's coming from. You have the communion, you have the sacraments, you have the fathers, you have the history, you have Christ who visited Egypt and no other church, no other country. So please do not lose hope. My final question to the parents. What is the most important thing you are concerned about for the future of your family? Can I hear some men, please? I mean, I respect women very much, but please. What is the most important thing you are worried about for your family? When they have the decision? They can go by themselves. Oh, very good. This is good for you guys and girls, young people. Dads and moms are pushing you to go to church. Parents are concerned when you guys grow up, will you go when you have a car?
will you go when you have the option not to go? And I want to assure you, dads and moms, having been doing Abuna Dawood and this retreat for 20 years, many of the people in these retreats, they were 3 and 5 years old, and now they are the people who are serving here today. And without them, these retreats would have not happened. So I want to assure you, moms and dads, do your job as mom and dad. The church is trying to do her job. This retreat is one of the retreats that building the church or building the families. But I am, that's concern, but hopefully will not happen. What else? Yes. I am worried, Dad says, I'm worried that the relationship with God is not going to be as strong or clear. Okay, very good. Yes. I want the kids to know that I'm concerned the most about me going to heaven, about my own salvation. That's all I'm concerned about. Very nice. This young dad, and please, boys and girls, listen, because a lot of dads and moms, of course, will agree with him. I am worried about your salvation. I am worried for your health, but I'm worried more about if you will go to heaven or not, because our job as parents is not to lose anyone. Anything, any other parent before Abuna comments? Yes, Sadr. Oh, can you repeat it in the mic? With Google and AI, shallow knowledge and misinformation. Very good. So in the age of artificial intelligence, parents are worried about misinformation. There is so much information, but not always the right information. And please do not ask GPT about the salvation. GPT will say, this is not the area I am experienced in. Thankfully, GPT doesn't give an opinion, because we can teach GPT what is salvation. What else? Yes. I'm worried about our kids not having, understanding the right components of our family and their image of our family is tarnished by all the sexual things that are happening around us. Sure. So parents are concerned about how you guys, when you are ready to form a family, you will know what is the intention of God when He designed what the family should be. It was Joseph, Saint Mary, and Jesus. Of course, they are not married in the physical sense, but that's the icon of marriage. And then the icon of marriage became dad, representing Christ, Saint Mary or mom, and the children who are the saints in the church. That's the icon of the church. That's the icon of the family in the design of God. And that's what we all need to keep in our minds, in spite of anything else. Other opinions. I want to make a couple of announcements so we can get to... Is that okay? I just want you to know that Pope Tawadros is endorsing CYC as the only English-speaking channel. There are a lot of people in Australia, Canada, Paris, Amsterdam, Montreal, Toronto, and several states here are working hard to bring as many, many, many programs to you guys. Please subscribe to it. It's not the money we're after. We are after that you watch the programs. And the programs, the problem in social media today that it goes unopposed.
There are so many amazing Arabic social media, Christian, I mean, but we can't say the same for the English language. I am telling you because I'm aware the number of people who are non-Orthodox, non-Egyptians, who are visiting our channel and sending us endorsements and asking us to, they attend even liturgies. And they keep saying, tell me where is the nearest place in Indiana I can attend, and things like that. Because they attended the liturgy, they saw young and youth and singing, and they say, I want my family to go to this. So please subscribe, because we would like to really reach to you and everywhere. Where we have an Instagram, we have a Facebook. Very soon we'll have an iPhone and Android app. We are working on it. If any of you can help us in any of this technology, we have a pep talk tomorrow at 7:30 in the room here. For those who can have talents or can bring us any ideas, or he or she have a talent. Speaking of talents, tomorrow night will be our 20th anniversary for the Good Shepherd's Retreat. Thank God for Abuna Dawood, and may God bless him and keep him for us. So we will have a program. Please all attend. And tomorrow we have a special choir coming called David's Harp. This is one of the choirs that are always on CYC, amazing choir. And some of them are not even Egyptian. And you will be very much amazed with their voices. There will be other segments to this segment tomorrow around the same time as we are now. I want also to tell you, young and old, we have a sort of memory for this event. This is the mug that's being out, outside, and those are the t-shirts outside. I also want to say that regarding the dinner or lunch or something like that tomorrow, Hani, who is willing to actually take orders, he will be outside by where Mrs. Mimi stands, and he will be taking orders. This has nothing to do with the retreat, but he's trying to help you guys in order for you not to miss out. So please speak with him tomorrow after lecture at 12:30, and he can take your orders and bring it, I think, 3:30 or something like that. USBs with Yasser, if you are interested for the audio lectures and the PowerPoints and all of that, please speak to Yasser so he can make speak to me, I'll have the list. And also, if you over 18 years attending, we are going to be humble about it, not 20 years, 18 and above, some people already wrote their names and I'm very proud of them. Please come and write your names so I know that we can recognize you tomorrow. There will be tasbihah dilwati, Abuna? There will be tasbihah now, so the deacons can come to the front. We will need some help also in preparing the altar for tomorrow. Bishop David will celebrate the liturgy with us tomorrow. The liturgy will start at 7 a.m., so we can start the day very early. Deacons, please come on time. هنقول أبانا الذي وبعد اللي يحاوز يكمل التسبح. Make us worthy to pray thankfully. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from thine is the kingdom, the power, the glory forever. امضوا بسلام سلام الرب يكون معك. Good night للناس اللي هتنام وربنا يساعد اللي هيسبحوا. الساعة 7:15 الشمام سيبقوا هنا.